انتهت الأندلس كأسطورة من الأساطير، لكن أطيافها لا زالت تحوم بين الحين والحين، وصدى لحن قديم يسري فتهتز له النفوس. أسجال ابن قزمان بكل ما تنبض به من حيوية وعذوبة والموشحات، نهر جياش يتدفق بالشذا والرؤى، ومن حين لآخر تتكشف جوانب غطاءة من هذا الفن الذي اجتمعت له عناصر الأصالة والجدة، وتمثلت فيه عبقرية الشاعر الأندلسي بكل ما فيها من غنائية وأخيلة وإحساس بالحياة. هذا هو فن الموشحات الذي شغف به العالم كله وأهملناه لسنوات طويلة، ولكن بيننا اليوم الأستاذ الدكتور زكريا عناني الذي أخذ على عاتقه منذ الستينيات إلى الآن إحياء هذا الفن ودراسته ونشر فن الموشحات في العالم العربي والإسلامي، فكانت أياديه بيضاء على هذا الفن بصورة كبيرة، وهو يعد المرجع الرئيسي لنا في هذا الفن. دكتور محمد زكريا عناني تخرج من كلية الآداب جامعة الإسكندرية في عام 1961 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وعين معيدا في الكلية، ثم درس في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ليحصل على درجة الدكتوراه من جامعة باريس في عام 1968، ثم يعود ليحصل على درجة الدكتوراه الدولة من جامعة السربون سنة 1973. له أكثر من 50 مؤلف ما بين النقد والتحقيق والنشر والتأليف، والعديد من الأبحاث التي ما فتأ يلقيها في كل المؤتمرات المتعلقة بفن الموشحات، فهو العمدة في هذا المجال. أهلا بيك دكتور زكريا. أهلا بيك دكتور خالد عزب، ولا شك أني محظوظ أن يسجل معي اسم لامع رنان بمؤلفاته وشخصيته وعطائه مثل هذا العالم الجليل صاحب الصولجان والحجر. الله يخليك. أما بالنسبة للتسمية فالتسمية متعددة ما بين موشحات وفن توشيح والموشح والتواشيح، وهذه ثمرة انتشار لهذا الفن في آفاق متعددة، تبدأ بالأندلس في أواخر القرن الثالث الهجري، تمتد إلى المغرب، ثم تمضي مع رحلة الأندلسيين والمغاربة من الغرب البعيد وفي ظل الظروف العديدة المتداخلة والتي يدخل فيها هذا الضغط على مسلمي الأندلس وإجبارهم على الفرار، وكأنما وهم يحملون أمتعتهم يحملون أيضا معهم موشحاتهم. فأنا أميل إلى تسمية الموشحات، وأميل إلى أن أجعل المفردة موشحة وليس اسما آخر مما ذكرت. الموشحات هي الأزينة أو الأشياء الجميلة. مظبوط، تزيين المرأة على وجه الخصوص. تزيين المرأة هي الزينة. مظبوط. فالموشحة هي زينة الشعر العربي. صحيح صحيح. بمعنى صحيح. دقيق يعني. جميل جميل هذا التبرير. هي مسبوقة بطبيعة الحال بالشعر، بالقريض، بالقصائد، بالمقطوعات، بالأراجيز، لكن أيضا مسبوقة بالفنون الشعبية الشعرية والتي ظهرت على وجه الخصوص في العراق، ويسمونها أحيانا بالفنون السبعة مثل الدوبيت والكان وكان والقومة إلى آخره إلى آخره. ما زالت موجودة لغاية النهاردة في العراق. موجودة، ومنها من هذه الفنون السبعة الموشحات والأزجال. طبيعي. طيب ده يقودنا إلى اختلاف ما بين النقاد والدارسين للأدب العربي حولين أين نشأ فن الموشحات، هل هو في المشرق أم في مغرب العالم؟ هذا سؤال صعب وطويل سلمه، وأقول في هناك جبهتان متنافرتان، منها من يأخذ بما جاء عند المستشرقين وعلى رأسهم إيميليو غارسيا غوميز، والذي روج
لفكرة أن الموشحات فن ولد بالأندلس وانتشر بعد ذلك في سائر الأنحاء. والدارسون العرب الذين يتحمسون للأصول العربية من أمثال الدكتور شوقي ضيف في مصر وصفاء خلوصي في العراق إلى آخره إلى آخره. طبعا شوقي ضيف لكثير من الأجيال الحالية لا يعرفون أنه صاحب موسوعة الأدب العربية التي تجب موسوعة كارل بروكلمان. هو كذلك. وهي أفضل من موسوعة كارل بروكلمان. وهي أوسع وأجل قدرا حقيقة. وكان أمينا عاما ثم رئيسا لمجمع اللغة العربية. تمام. وأغمض حقه. تمام يا سيدي. ولا أنسى لهذا العالم الجليل أستاذي وأستاذ أساتذتي أنه سألني هذا السؤال في يوم ما. وكأنما كان يريد مني أو يتوقع أن أقول إن الموشحات أصلها عربي مشرقي وليست أندلسية غير عربية، وإنما فيما أعتقد أن الخطأ بالنسبة للتسمية يأتي من جملة شاردة قرأتها في مرجع قديم لعله المستطرف للإبشيهي والذي يأتي فيها بنص لابن المعتز الشاعر والخليفة والرجل المبدع في فنون البلاغة ابن المعتز، وصاحب المستطرف يأتي له بنص ثم يردفه بنص آخر، وكأنما النص الآخر يوحي بأنه أيضا لابن المعتز، لكن من يتأمل في العبارة بدقة يكتشف أن هناك أيضا من النصوص الجميلة التي اختارها هذا المطلع للموشح، وبالتالي يكون قد روج صاحب المستطرف لفكرة أن الموشحات مشرقية الأصل، لكن نحن نجد بشكل يقيني عندما تخصص فيها وهو ابن سناء الملك القاهري والذي تعلم فن الموشح في الإسكندرية، والكلام ده في أواخر القرن السادس الهجري، والذي يقول أنها أندلسية مغربية في نشأتها بشكل جازم يقطع كل طريق. إذن الموشحة أندلسية مغربية في نشأتها، ده حنتناوله أيضا بعد الفصل. ماشي.